حقق جراح المملكة في معرض سفر العالمي في لندن المركز الأول من بين 65 دولة، وذلك من خلال الأفضلية في المحتوى والابتكار والسلاسة والتصميم، حيث احتضن الجناح أهم الشركاء الرئيسيين للسياحة في المملكة وأبرز العلامات التجارية في القطاع السياحي الخاص، إضافة إلى شرح مجمل عن أبرز الوجهات والمقومات السياحية التي تزخر بها مناطق المملكة. للحديث أكثر انضم معنا من لندن مراسلنا مهند الراوي. مهند، بداية أهلا بك معي في نشرة النهار، حدثنا عن هذا الجانب وتحديدا حصول المملكة أو جناح المملكة في معرض السفر العالمي على المركز الأول من بين 65 دولة. نعم، أهلا وسهلا بك وبمشاهدينا الكرام. في الحقيقة عندما تدخل الجناح السعودي مميز عند تجوالك داخل أجنحة الدول المشاركة في معرض السفر والسياحة في لندن، هذا التميز بالتأكيد سوف يحصد المركز الأول نتيجة الإبهار الذي يقدمه هذا الجناح للحضور. الجناح يتكون من ثلاثة أقسام. القسم الأول يتكلم عن تجربة المسافر أو تجربة الزائر، حيث بإمكانه عند في زيارة هذه أن يقدم إلى تأشيرة دخول إلكترونية إلى المملكة العربية السعودية، وآلية الدخول وآلية قبول هذه التأشيرة ربما لا تتجاوز 24 ساعة مع تحديد الدول التي بإمكانها أن تقدم إلى هذه الخدمة. الجناح الآخر هو يتكلم عن المشاريع المستقبلية التي تتضمنها الخطط في المملكة بصورة عامة، منها شركة البحر الأحمر وشركة نيوم وكذلك المشاريع الأخرى التي مخطط لها مستقبلا. الجناح أو القسم الثالث هو خاص في اللقاءات والاجتماعات التي تأتي عن طريق عقد اتفاقيات مع المستثمرين الذي جذبهم هذا الجناح. وللحديث أكثر عن مشاركة شركة البحر الأحمر معي الآن الأستاذ عبد الله الزهراني، وهو مدير عام أول في الشركة، ليحدثنا عن مشاركته. نعم، أهلا وسهلا بك. عليكم السلام، شكرا على الاستضافة. طبعا احنا سعداء بمشاركتنا كشركة البحر الأحمر لتطوير مشروعين البحر الأحمر ومشروع عمالة. زي ما شفنا طوال الأيام اللي فاتت كان الجناح السعودي بينقل الثقافة السعودية لمعرض السياحة والسفر في لندن. الناس عاشت تجربة جديدة، عاشت تجربة مختلفة من نقل الثقافة، كان أكثر من مجرد نقل صور، كان مجرد نقل، كان نقل الأحداث الثقافية اللي كانت في المملكة العربية السعودية للجناح السعودي. احنا فخورين بمشاركتنا ونتطلع ان شاء الله كمشروعي البحر الاحمر واماله انه المشاركه القادمه تكون نرحب بالزوار في الوجهتين السياحيتين. برايك ما الذي ميز الجناح السعودي ليكون هو المركز الاول خلال مشاركتي في هذه الدوره؟ المختلف في الجناح السعودي هو ما قدمه من نقل ثقافه. احنا شفنا كارنفال ثقافي الاسبوع اليومين الماضيين من خلال مشاركه بعض الفرق الثقافيه من مختلف مناطق المملكه العربيه السعوديه، شفنا تفاعل لكثير من الجمهور في وقت الاحداث الثقافيه اللي قدمتها الفرق المختلفه هذه، فكانت التفاعل بيجذب الزوار للجناح السعودي بشكل رائع وبشكل كبير. تجاوب المستثمرين أو الزوار لما قدمته شركة البحر الأحمر خلال مشاركتها؟ الاهتمام كان جدا كبير، خاصة من بعض الجهات التور أوبريتورز المشغلين السياحيين. احنا يمكن إلى اليومين هذه قابلنا أكثر من 50 تور أوبريتورز، كان في اهتمام كبير بمعرفة مزيد من التفاصيل عن المشروعين، سواء مشروع البحر الأحمر وأمالة. كان في اهتمام كبير أنهم يبدأوا بالتسجيل معنا كبناء شراكات في خلال الفترة القادمة، وأنهم يكونوا شركاء محتملين لتشغيل بعض الأنشطة في الوجهات السياحية. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لك. نعم، معك مراسل إخبارية من لندن مهند الراوي، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.